مخطط عمل إنجاز هذا البرنامج يتضمن 5 أولويات وخمسة محاور و62 تعهد، وقد اخترنا هذا الرقم رقم 62 تبركا بالذكرى 62 لاستقلال هذا البلد الأبي، هذا الوطن المستعصي، هذا الوطن الذي سيبقى صامدا ثابتا منتميا إلى روح بيان أول نوفمبر. اخترنا لهذا البرنامج شعار اختصرنا في كلمة واحدة حتى يسهل فهمه ويسهل تسويقه ويسهل الإقناع به. قلنا برنامجنا عنوانه شعاره فرصة، فرصة للجميع. إرادتنا ورسالتنا أن نصل إلى جزائر صاعدة، ونريد لهذه الرسالة أن تكون رسالة كل الجزائريين.